السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين. ازيكم يا سنة خمس؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنحل مع بعض التستات اللي احنا سبناها، فهنبدأ بتست يونت 8 اللي هو تست 3، تمام؟ هنحله مع بعض هو وتست 4 بإذن الله. معنا سلمى، هنكمل بقى مع بعض باقي الحل. يلا يا سلمى كده هنبدأ. Where is the monkey? It's on the car. اوكي، احنا هنا هنحل المحادثه، تمام. Is it not? قال له don't worry it won't not you. Scary. اوكي، ها don't worry it won't not you. Hurt you. Hurt. Excellent. Is that a not animal? Yes it is. هل هو حيوان؟ ايه هتبقى ايه؟ is it cute. تعالوا بقى هنا بيقول correct the odd one، تمام. هنختار الكلمة المختلفة ونحط مكانها الكلمة اللي هي علاقة بيهم. going blouse mountain shirt. ها هتبقى mountain. ليه بقى؟ عشان going فستان وبلوز بلوزة وشيرت اللي هو قميص، تمام. نحط حاجة ليها علاقة باللبس، حط مثلا سكير. اوكي زبطتي عشان مش باين. مش لازم تكتبي ما بين القوسين عشان ما مش هتلاقي مكان. library house elephant park. library house elephant. ونحط ايه مثلا؟ سفاري. اي مكان، نحط مثلا مدرسه سكول او بنك. اللي بعدها نمبر 3 بيقول لي elephant giraffe monkey eat. eat، تمام. نحط ايه؟ نحط مثلا ثعبان. ثعبان سنيك. طيب يلا نمبر 4. scary shot careful. shot. اوكي، لان دي فيرب فعل والباقي كله صفات. حطي صف. نحط طول مثلا. اوكي نمبر 5 بيقول لي باك بلو يلو فلاور. هتحط ايه؟ احمر. تمام. تعالوا بقى نكمل الامتحان هنا. هنا في ذا جابس هنكمل مكان النقط. بيقول لي بلايد يعني لعبه، مونكي مونكي يعني كر، انيمالز انيمالز حيوانات، جيراف زرافه، لاين اسد. طيب بيقول لي last week الأسبوع الماضي we visited the safari park we saw a lot of. شفنا ايه؟ animals. يلا اكتب على number one. اكتبي number one. تمام. بيقول لي we saw the نقط. شفنا ايه؟ it likes to eat bananas. المونكي. المونكي صح كده. طيب we also saw the نقط it's very tall. جيروف. اوكي اكسلنت. ماي براذر نوت وذ اليفانت ات واز ا نايس داي. بلايد. اكسلنت يا سلمى. تعالي بقى اقري يلا وانا هترجم لك القطعه. زير ار لوتس اوف انيمالز اول اراوند. بيقول لي يعني اقري الجمله وقف لحد الفلوستوب. بيقول لي احنا يعني كان يوجد الكثير من الحيوانات حولنا. ها here are some chimpanzees. أيوة. and here's a turtle. بيقول لي يعني يوجد بعض الشمبانزي ويوجد كمان تيرتل سلحفة. the turtle is smaller than the chimpanzee. بيقول لي ان السلحفاء اصغر من الشمبانزي. over there يعني over there. هناك. هناك. A long snake is on the tree. فبيقول لي في ثعبان كبير او طويل على الشجره. ها this tall giraffe. This tall giraffe is eating some leaves. الزرافه الطويله دي بتاكل ايه؟ اوراق الشجر. and this fat elephant is going to get a drink. بيقول لي وان الفيل التخين ده هيشرب. ها the cheetah is
standing on some grass. واو بيقول لي ان الشيتا واقفه على العشب. يلا بقى نحط true or false. There are lots of animals around, all around. يعني في حيوانات كثيره حولنا. Yes. True. The tall giraffe is eating some oranges. طيب the fat elephant is going to get a drink. True. صح كده. هنا بقى بيقول لي ايه which one is smaller, the turtle or the chimpanzee؟ ايهما طبعا الاصغر؟ هنقول the ايه the smallest او نقول smaller than the chimpanzee او the turtle. بس اكتب اوكي اكتب عليها نمبر 4. طيب نمبر 5 where is the long snake over there. Long snake is on the tree. صح كده. ادي نمبر 5. تعال بقى هنا نعمل الري ارينج. وبيقول لي is your animal the chimpanzee favorite. يلا هتبقى إز إيه؟ إز ذا شمبانزي. تمام يبقى إز لازم تيجي وراها الحاجة المفرد. ماله بقى؟ يور فيفرت أنيمال. إكسلنت. بيقول هل الشمبانزي تقولي إيه؟ بيقول إز ذا شمبانزي يور فيفرت أنيمال. يعني هل الشمبانزي هو حيوانك المفضل؟ ويتش وان؟ يلا ويتش وان أيهما؟ إز ذا فاستست. صح كده. يعني ايهما الاسرع. يلا كده نكمل الامتحان. ها نمبر 3 I am going to take photo. بيقول I'm going to take a photo يعني سوف اخذ. يلا نمبر 4 بيقول لي the slowest is animal the turtle. is the ايوه slowest صح كده. تمام تعال بقى نكتب الباراجراف ده مع بعض. they are in at the ايوه they are at the safari park. صح كده. يلا ايوه سفاري ايوه ايه شطبت ليه على ماشي بارك. اكتبها تحت بارك حطي في الستوب. طيب هتقولي ايه تاني؟ صغر الخط عشان يكفي معانا. عندي كذا حاجة في الصورة. إليفنت ولا ان إليفنت؟ ان علشان اولها حرف متحرك. شطور. إليفنت there is an elephant. وقلنا ان عشان إليفنت بدأ بحرف الاي وده من الحروف المتحركة. هتقولي ايه التاني؟ ما تشتغلي بقى على القاعدة. هتقولي الزرافة ايه؟ اوكي ها G ها is the animal. تمام tallest animal مش animals. تمام طيب هتقولي ايه تاني؟ سنة مثلا اتنين تلاتة تكون في خمسة. ايه تاني الفيل ايه؟ ذا إليفانت. ماله بقى؟ إز أيوه ذا هو صفته إن هو سمين يبقى فاتست. حط في الستوب. عايزين اخر جملة ممكن تكتبها على التشيتا او الشمبانزي اي حاجة منهم.
she the بعد تي اي ها the cheetah is ايوه the fastest بس كده يلا اعمل بانكوتيشن بيقول لك we visited the safari park last Friday شطورة يلا did أحمد and Sora like the cheetah excellent يا سلمى بس كده ادي التيست 3 كده اتحل كله تمام هنكمل معاكم بقى باقي التستات بإذن الله في فيديو جديد ونشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله والسلام عليكم